بسم الله الرحمن الرحيم. في الفيديو السابق عرفنا كيفية كتابة النموذج الرياضي في مثال يحتوي على مجهول واحد فقط. في هذا المثال هنتعرف على كيفية كتابة نموذج رياضي أيضا في مثال يحتوي على أكثر من مجهول. شركة لإنتاج الحقائب ترغب في تحقيق أقصى ربح ممكن من إنتاج، هنا هيكون عندي نوعين بدل نوع واحد من الحقائب الجلدية. النوع الأول اللي هي الحقائب الكبيرة، ربح الحقيبة الواحدة 12 ريال، ودي زي ما قلنا في المثال السابق دي أحد المدخلات الغير خاضعة لتحكم الشركة. يلزم لإنتاج الحقيبة الواحدة 4 ساعات عمل، ودي أيضا أحد المدخلات الغير خاضعة لسيطرة الشركة. النوع الثاني للحقائب الصغيرة، ربح الحقيبة الواحدة 5 ريال، ويلزم لإنتاج الحقيبة الواحدة 2 ساعات عمل. يتوفر لدى الشركة 40 ساعة عمل. إذا القيود عندي هنا زي ما قلنا في المثال السابق إن عدد ساعات العمل الأسبوعية لابد أن لا تتعدى 40 ساعة عمل لهذه الشركة. السؤال هنا، ما هو عدد الحقائب الممكن إنتاجها في الأسبوع من أجل تحقيق هدف الشركة؟ الإجابة على هذا السؤال يحتاج إلى حل النموذج. إحنا في هذا المثال فقط هنعرف كيفية كتابة النموذج، والحل هيكون في الفصول القادمة. كيفية كتابة النموذج هنا عندي مجهولين بدل مجهول واحد فقط، اللي هما عدد الحقائب من النوع الأول وهرمز له بالرمز X1، وعدد الحقائب من النوع الثاني وهرمز له بالرمز X2. إذا عدد الحقائب الكبيرة اللي هي من النوع الأول الممكن إنتاجها في الأسبوع، ده متغير يخضع لتحكم الشركة، وزي ما قلنا قبل كده يخضع لتحكم الشركة أي ممكن زيادته أو تخفيضه بحيث أحقق الربح المطلوب. هنرمز دي هنا بالرمز X1، وده المجهول الأول. المجهول الثاني عدد الحقائب الصغيرة الممكن ينتجها في الأسبوع، وده أيضا متغير يخضع لتحكم الشركة، وده المجهول الثاني وهرمز له بالرمز X2. ربح الحقيبة الكبيرة وربح الحقيبة الصغيرة والوقت اللازم لإنتاج حقيبة واحدة سواء من النوع الصغير أو النوع الكبير وعدد ساعات العمل الأسبوعية، كل دي تمثل مدخلات غير خاضعة لسيطرة الشركة. دالة الهدف هنا هتكون الربح الأسبوعي، والربح الأسبوعي زي ما عملنا في المثال السابق هيكون عبارة عن ضرب ربح الحقيبة الواحدة في عدد الحقائب. بما إن عندي نوعين من الحقائب، إذا هضرب ربح الحقيبة الكبيرة اللي هو محدد في المثال 12 ريال في عدد الحقائب الكبيرة اللي احنا رمزنا له الرمز X1، زائد ربح الحقيبة الصغيرة اللي هو محدد أيضا في المثال ب5 ريال ضرب عدد الحقائب الصغيرة المنتجة أسبوعيا اللي هي X2. إذا دالة الهدف وأرمز لها بالرمز Y أيضا 12X1 زائد 5X2، والهدف هنا أيضا هو تعظيم هذا الربح أي ماكسمايز Y. القيود هو قيد واحد أيضا، وهو عدد ساعات العمل لا تتعدى 40 ساعة عمل. طب كيفية كتابة هذا القيد؟ أضرب عدد ساعات العمل أو عدد الساعات اللازمة لإنتاج النوع الأول في عدد حقائب النوع الأول، زائد عدد الساعات اللازمة لإنتاج النوع الثاني في عدد الحقائب من النوع الثاني. ذكر في المثال، لو رجعنا للمثال مرة تانية، عدد الساعات المطلوبة لإنتاج الحقيبة الواحدة من النوع الأول 4 ساعات عمل، والنوع الثاني 2. إذا عدد الساعات الكلي هيكون 4 في X1 زائد 2X2، هذا هو الوقت اللازم لإنتاج النوعين معا. هذا الزمن أو هذا الوقت لابد أن لا يتعدى طاقة العمل الأسبوعية وهي 40 ساعة. إذن النموذج هيكون بهذا الشكل، دالة الهدف هتكون بهذا الشكل ماكسمايز Y 12X1 زائد 5X2، والقيد زي ما قلنا 4X1 زائد 2X2 أقل من أو يساوي 40 ساعة، بالإضافة لقيد عدم السالبية إن عدد الحقائب من النوع الأول هي قيمة موجبة، وعدد حقائب النوع الثاني أيضا هي قيمة موجبة. القيد رقم 2 ورقم 3 يمكن كتابتهم في شكل
قيد واحد بهذا الشكل x1 فاصلة x2 كلاهما أكبر من أو يساوي الصفر. حل المشكلة زي ما قلنا هنسيبه للفصول القادمة بإذن الله. حل النموذج عموما بيكون بإيجاد قيم المجاهيل، فهذا المثال حل النموذج هيكون بإيجاد قيمة كل من x1 و x2.